هنا قالت لي أستاذ إذا الشركة متأكدة من نفسها، اسمعوا هذا السؤال، إذا الشركة فعلا متأكدة من نفسها فلماذا تختار التسويق الشبكي وليس التسويق التقليدي؟ واضح؟ هذا سؤال، فنحتاج هنا أن نجيب على هذا السؤال. السؤال الثالث، لماذا شركة يونيسيتي وليست شركة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك أكثر من 2000 شركة متخصصة في التسويق الشبكي، فكيف اخترتم شركة يونيسيتي؟ واختيار الشركة هنا، يعني إذا اخترت اختيار عشوائي راح يكون أشبه بالقمار وكأنك تقمر، يعني تأخذ واحدة ممكن تطيح فيها صح وممكن ما تطيحش فيها صح، فلازم تكون معايير واضحة هنا حتى تستطيع أن تختار الشركة الصح. ولذا سنتكلم على 6 بيز. مش معنى البي الأولى، تكلم عن البروفايل، تاريخ الشركة. البي الثانية نتكلم على المنتجات، منتجات الشركة. البي الثالثة تكلم عن البلان، نظام العمولة للشركة المختلف عن الشركات الأخرى. البي الرابعة بروسس، نظام العمل عند الشركة. البي الخامسة بوتنشيال، إمكانات وقدرات الشركة. البي السادسة بارتنر أو بارتنرز، نظام الشراكة في الشركة. 6 بيز تجعل يونيسيتي مختلفة عن بقية الشركات. هذا لما نجيب على سؤال واي يونيسيتي. السؤال الرابع، واي يوني باور؟ واي يوني باور؟ لماذا يوني باور؟ لماذا تايلاند؟ ما علاقة تايلاند بأمريكا؟ هنا نتكلم على أو نجيب على سؤال واي يوني باور؟ واي تايلاند؟ السؤال الخامس، واي تيم؟ لماذا العمل في فريق؟ لماذا لا؟ لماذا لا نشتغل لي وحدنا؟ كل واحد يتعلم السيستم ويروح يشتغل لي وحدي، واي تيم؟ السؤال السادس وهو أهم سؤال، واي يو؟ لماذا أنت؟ لماذا أنت في هذا المشروع؟ هذا أهم سؤال، إذا فهمناه هذا السؤال، إجابة على هذا السؤال يجعلنا نفهم كيف ننجح في هذا كيف ننجح في هذا المشروع، كيف نحقق النجاح في هذا المشروع. دعوني أول شيء أبدأ بالإجابة على السؤال رقم واحد. ما هو السؤال رقم واحد؟ واي واي ويلنس، لماذا قطاع الصحة والتشافي؟ دعوني أول شيء أسألكم، إذا في شخص جاء الآن يخبركم وجاء يسألكم وقال لكم أنا أتنبأ بالمستقبل، أتنبأ بالمستقبل باللغة الحديثة أستشري في المستقبل، وعنده القدرة على استشراف المستقبل ويقدم لك حقائق عن المستقبل. مثال، تخيلوا معي شخص يعني له علاقة بالعقار وعنده رؤية العقار في البلد، عنده رؤية العقار مثلا في البوليدة، ويجي يقول لك يا فلان، كل واحد حط نفسه في هذا الموقع، يقول لك فلان فلانة هناك قطاع أرضية خارج البوليدة تقريبا لا يعرفها أي شخص. اسمع هذا الكلام، المتر مربع الآن يتباع بألف دينار جزائري، كم؟ 100,000. صح. الآن في مشاريع عملاقة راح تعقد في ذلك المكان بعد 5 سنوات، يتوقع للمتر مربع الواحد أن يكون في حد يعني لا يقل على 200,000 دينار جزائري، 20 مليون. يشرب 100,000 بعد 5 سنوات يتباع ب20 مليون للمتر مربع. منكم سيستثمر؟ يعني شخص له علاقة بالمستقبل. هنا نتكلم على شخصية عالمية يسمى بول زان. شخص أمريكي عبقري، لما كان سنه 24 سنة أصبح بروفيسور في جامعة نيويورك سيتي. نيويورك بروفيسور، سنه كم؟ 24 سنة، موش دكتور، بروفيسور فقط لكي نعرف عن ماذا نتكلم. ثم في سن 25 سنة
أصبح نائب المدير التنفيذي لأشهر بنك في أمريكا، سيتي بنك، بنك عالمي الآن، سيتي بنك. ولكن سنه كم؟ 25. طبعا رؤساء تنفيذيين ونوابهم في الأغلب كلهم شيوخ، صح؟ كلهم كبار، كلهم خبرة، ولكن سن 25 سنة. هذا الرجل أسس بعد ذلك 6 شركات، طبعا من أثرى الأثرياء الآن، ثري جدا. من أسس 6 شركات كلها طرحها في البورصة، باعها في البورصة. هذا الرجل مستشار، كان مستشار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، والآن مستشار كبار الرؤساء التنفيذيين في العالم. هذا الرجل بولزان ألف كتب كثيرة الآن، من الكتب الأكثر مبيعا في العالم، من أشهرها كتاب The Next Trillion. الرجل يتكلم عن المستقبل. طبعا العالم يعرفه بماذا؟ الرجل تنبأ أن سنوات السبعينيات في القرن الماضي، طبعا قبل سنوات طويلة، تنبأ أن تكون سنوات السبعينيات سنوات انتشار الفيديو، انتشار، تخيلوا سنوات السبعينيات في القرن الماضي وقبل سنوات طويلة، تنبأ أن تكون سنوات السبعينيات هي السنوات التي ينتشر فيها وفعلا في أمريكا كانت تلك السنوات. ونحن وصلنا في الثمانينات، صح؟ لكن في السبعينيات كانت سنوات انتشار الفيديو. تنبأ أن تكون سنوات الثمانينيات سنوات انتشار الكمبيوتر، وفعلا كانت سنوات الثمانينات سنوات انتشار الكمبيوتر. تنبأ بالإنترنت قبل، تنبأ أن تكون سنوات التسعينيات سنوات انتشار الإنترنت. قرأوا عن هذا الرجل. وتنبأ أن تكون سنوات الألفينيات بداية القرن كلها لقطاع الصحة والتشافي، قطاع الصحة والتشافي. الناس الآن أصبحت أكثر اهتماما بالصحة. طبعا في كتابه The Next Trillion تكلم على 3 قطاعات. كم من قطاع؟ 3 قطاعات هي القطاعات الآن أكثر نموا في العالم. القطاع الأول قطاع السيارات، قطاع السيارات، قطاع السيارات وصل إلى رقم أعمال تريليون دولار، مش مليار دولار، تريليون دولار. بعد 70 سنة من وجوده أصبح عنده رقم أعمال سنوي يعادل تريليون دولار، أو صح؟ بعد ماذا؟ بعد 70 سنة من وجوده. القطاع الثاني قطاع الكمبيوتر وصل إلى رقم تريليون دولار بعد عشر سنوات. القطاع الثالث الأكثر نموا هو قطاع الويلنس، قطاع الصحة والتشافي، وصل إلى رقم تريليون دولار بعد 5 سنوات. أي القطاعات الأكثر نموا؟ قطاع الصحة والتشافي. مش معنى أكثر نموا؟ يعني قطاع فيه مال كثير، صح؟ فيه مال. إذا أردت أن تستثمر عليك أن تستثمر في قطاع ينمو باستمرار. سؤال الآن، كيف يمكن أن نحصل على المال من قطاع الصحة والتشافي؟ هذا هو السؤال. كيف يمكننا أن نجني مال من قطاع الصحة والتشافي؟ هناك 4 طرق زائد 1. الطريقة الأولى هو أن تؤسس شركة، شركة في القطاع، إذا تمتلك أموال ومستعد أن تضخ أموال للبحث والتطوير ومستعد للمنافسة الآن في قطاع الآن مملوء بالمنافسة، أسس لك شركة في القطاع، فيمكنك أن تكتسب أموال، لكن قد تربح وقد لا تربح. رقم 2، كن موزعا، يعني مستوردا. لاحظوا فقط، كل واحد يعمل إسقاط في الواقع على موزعي الدواء، مستوردي الدواء الآن كلهم كلهم أثرياء، صح؟ وكن مستوردا أو موزعا لقطاع الصحة والتشافي. رقم 3،
كن بائعا بالتجزئة. صيدلي ما صيدلي يعني، فكذلك يمكنك أن تستفيد من هذا القطاع. رقم أربعة، كن طبيبا. يا طبيب، مش طبيب فقط، طبيب تتعامل مع مختبرات. بعض الأطباء في العالم فقط يصفون ماذا؟ يصفون بعض الأدوية لبعض المختبرات ويتلقون مقابل ذلك نسبة على ذلك. فهذه طرق. الآن كيف نجني المال من هذا القطاع؟ لكن هناك طريقة، احنا قلنا أربع طرق زائد زائد واحد. الطريقة الأخرى طريقة التسويق. ولهذا بول بيزلر بالذات ينصح أو ينبه إلى أمر أساسي، وهو التزاوج العجيب بين شركات الصحة، قطاع الصحة والتشافي والتسويق الشبكي. يعني أكثر شركات يصلح لها التسويق الشبكي هي قطاع الصحة والتشافي. إذا الواي الأولى واي ويلنس، عرفنا من أنه قطاع ينمو باستمرار. الآن واي نتورك، نتورك ماركتينج. فالطريقة الأخرى الآن بقيت لدينا التسويق الشبكي، وشرحنا في الأو بي بي كيف يمكننا أن نحصل على المال من شركة يونيسيتي كواحدة من الشركات المتخصصة في قطاع الصحة والتشافي. هناك سؤال أهم هنا، يعني كل واحد الآن عليه أن يطرح هذا السؤال. السؤال هو كالتالي: كيف يمكن للطبقة الفقيرة والمتوسطة في هذا الزمن أن تتحول إلى طبقة غنية؟ هذا سؤال سهل. ابحثوا عن الطرق الآن والوسائل والتي يمكن أن تحول فقراء إلى أغنياء. احنا قلنا ليس الفرق هو الذكاء، صح، الفرق هو القناعة. لكن دعونا نحلل هذا الموضوع الآن. روبرت كيوساكي يتكلم على مصفوفة الدخل الرباعي، يتكلم هنا على الموظفين، أصحاب المشاريع الصغيرة، أصحاب المشاريع الكبرى والمستثمرين. قلنا في هذه الجهة أي طبقة؟ طبقة أستاذ فاطمة عملت هذا الجدول؟ عملت طبقة الفقيرة والمتوسطة، في هذه الجهة طبقة ثرية، في هذه الجهة اليسار هذه جهة الأكتيف إنكم، هذه جهة الباسيف باسيف إنكم. يعني مدام هذه الجهة جهة الفقراء وهذه الجهة جهة الأثرية، السؤال الآن هو كيف يمكن لهذه الجهة الموظفين وأصحاب المشاريع الصغيرة أن يتحولوا إلى هنا. دعونا نحلل الآن كيف يمكن للموظف أن يكون ثريا. الآن المسار بعض الموظفين هو كالتالي: من موظف يذهب إلى مشروع صغير، صح؟ ما منكم يعرف موظفين انتقلوا إلى مشاريع صغيرة؟ وبعض الموظفين انتقلوا إلى مشاريع صغيرة ثم بعد مدة عادوا إلى الوظائف. يعني وكأنه الآن، لأن على هي نظرة تفكير، ركزوا معي شيء، منظومة قناة عاد راح لهنا تعب ديون ما ديون، عاد رجع بحث عن الوظيفة مرة ثانية، وبحث عن الأمان مرة أخرى. سؤال حقيقي هنا: كيف يمكن أن ينتقل إلى الأس أو البي؟ ركزوا معي جيدا، ممكن ينتقل إلى هنا، ولكن كيف يمكن للأس أن يتحول إلى بي؟ تعرفوا الفرق الرئيسي بين الأس والبي ما هو؟ الفرق هنا هذا مشروع صغير لابد للشخص أن يشتغل فيه لوحده، وهذا مشروع فيه بيبول، أشخاص، وفيه سيستم، يعني أشخاص يعملون بالنظام. يعني ممكن شخص يملك مؤسسة ولا يديرها، فيها نظام وسيستم عليها إدارة تديرها وهو في أعمال، لكن هذه الشركات اللي فيها نظام وفيها سيستم. إذا حبيت الأس اللي عندك مشروع صغير يحوله إلى بي، فعليا يشتغل على النظام، صح؟ يشتغل على النظام وعلى تطوير الشركة، وقد يوصل شركته إلى البي، وقد لا يصل، لكن يحتاج أن يستثمر في مال كثير في وقت طويل
حتى يحول الأسئلة ب. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هو أن يشتري حقوق فرانشايز، حقوق امتياز، حقوق امتياز. مطاعم ماكدونالدز مثلا الآن يمكن الشخص يشتري حقوق. أنا اشتريت حقوق امتياز شركة كريسكوم أمريكية قبلها 8 سنوات، اشتريت الحقوق ولله الحمد خسرنا في هذا المشروع. اشتريت الحقوق فقط، حقوق الاستغلال 100,000 دولار. كم؟ 100,000. أول 100,000 دولار كسبتها في حياتي أعطيتها لهذه الشركة الأمريكية، أعطيتها مغامرين. هنا كنا مغامرين، يعني نريد مشروع احترافي، ولكن الحمد لله جربنا هذا المشروع ولم نوفق به بفضل الله سبحانه وتعالى في النهاية. ركزوا معي جيدا، يعني يمكن لشخص أن يستثمر في حقوق امتياز وقد يصعد به إلى السماء السابعة، وقد يهوي به إلى الأرض السابعة كذلك. هذه طريقة ثانية الجماعة يشتركون في حقوق فرانشيز. ولكن الآن أفضل طريقة بالنسبة للطبقة الفقيرة والمتوسطة عفوا هي التسويق الشبكي، نتورك. لماذا؟ لأن تشتري حقوق فرانشايز كم؟ 16 دولار. معنا صار الاستثمار كم؟ 200 دولار، 400 دولار، وتأخذ مقابلها مكملات غذائية، وتنمي فريقك بنظام سهل وبسيط، وتحقق دخل خرافي. دخل خرافي، البعض قد لا يؤمن به الآن إلا بعد أن يلمسه. دخل خرافي، في أشخاص فقراء حققوا مثل هذا الدخل. أعطوني طريقة الآن يمكن أن تساعد طبقة الفقيرة المتوسطة لكي تتحول إلى طبقة ثرية، ولهذا اخترنا طريقة التسويق الشبكي. أجيب على سؤال الآن الأخت الذي طرحته قبل مدة، قالت لي الآن لماذا هذه الشركة مدام الآن واثقة في منتجاتها لماذا لا تستعمل طريقة التقليد؟ جوابي سهل هنا. أي شركة تريد أن تربح أكثر أم أقل؟ أكثر أم أقل؟ أكثر أم أقل؟ أكثر. صح. يونيسيتي لما بدأت عن طريق ريكسال، وأمدنيش طبعا ريكسال المؤسس الرئيسي ليونيسيتي، بدأت تسويق الشبكي سنة 1991. متى بدأته؟ بدأت طبعا بثلاث منتجات أو منتجات بايوس لايف، هي أول منتجات فرانشيز دخلت تسويق الشبكي. في سنة واحدة يونيسيتي أو ريكسال حققت أرباح أكثر 340%، لأن فكرة تسويق الشبكي البعض لا يعيها الآن. شركة تستفيد وأنت كذلك تستفيد. طريقة التسويق التقليدي كالتالي، ركزوا معي جيدا. طريقة التسويق التقليدي هناك شركة وهناك منتجات، صح؟ فكروا مثلا الآن في بيبسي، في كوكا، أي شركة من الشركات التي تستعمل طريقة التسويق التقليدي، تبيع المنتج إلى من؟ إلى الموزعين، صح؟ ثم هؤلاء الموزعون يبيعون إلى تجار الجملة، ثم هؤلاء يبيعون إلى تجار التجزئة، ثم تجار التجزئة يبيعون إلى من؟ إلى المستهلك. يعني هذا مسار مبيعات. في هذا المسار 80% من قيمة المنتج هنا، مسار تقليدي. فلسفة البيع المباشر هو القضاء على الوسائط والبيع مباشرة إلى من؟ مع تقاسم هذه النسبة معه، واضح؟ إذا المستهلك يستفيد والشركة كذلك تستفيد. عمالة كثيرة تنقصها الشركة، مقرات كثيرة لا تحتاجها الشركة، نقل كثير يعني تنحي الشركة، ويصبح تتعامل مع من؟ مباشرة مع المستهلك، ولهذا هي تستفيد كثيرا والمستهلك يستفيد. ولهذا التسويق الشبكي الآن أفضل طريقة تستفيد منها الطبقة الفقيرة والمتوسطة. هذا جوابي على السؤال الثاني. السؤال الثالث نحتاج نركز عليه شوية. Why يونيسيتي؟ لماذا يونيسيتي وليست شركة أخرى؟
كاين 2000 شركة في أمريكا، 1000 شركات في العالم، لماذا اخترتم شركة يونيسيتي؟ هنا نحتاج أن نضع معايير، نضع معايير لكي نقول لكي أختار هذه الشركة بدلا عن تلك الشركة. أول معيار بروفايل، تكلم على تاريخ الشركة. أول نقطة، في الـ STP أخبروكم أننا أمام شركة عمرها أكثر من 100 سنة. فقط نفكر قليلا، أي شركة عمرها أكثر من 100 سنة شركة لا تتلاعب باسمها ولا بتاريخها ولا بسمعتها. الآن مثلا عندنا شركة حمود بوعلام هنا في الجزائر، صح؟ شركة عمرها أكثر من كم؟ 100 سنة. 1989 شركة حمود بوعلام، صح؟ شركة جزائرية نفتخر بها. يعني الآن حتى في اللاوعي تاعنا، في الذاكرة الجماعية، لما تحب تطلب جازوز تقول أعطوني حمود، حتى ممكن جازوز ما تعطيه تقول أعطيني حمود. كما تروح مثلا إلى البقال تحب تطلب مثلا صابون هذاك تقول له أعطي لي أمو، أمو مثلا، أمو لأنه قديم، ممكن تشري إيزي تشري أي شيء تقول له أعطي لي أمو، لأنه وين في الذاكرة الجماعية الشركة، لأن يعني أصبحت عندها تاريخ، أصبحت عندها سمعة لا تتلاعب باسم بسمعتها. فنتكلم على شركة عمرها 100 سنة، 100 سنة من النجاح. قل لي الآن، أخبرني عن عمر الشركات المتخصصة في القطاع، كم عدد الشركات اللي عمرها أكثر من 100 سنة في قطاعها؟ ولهذا الشركة اللي عندها خبرة، شركة عندها خبرة الآن أصبحت تطور منتجاتها تطور منتجاتها باستمرار، وشركة تنمو يوما بعد يوم. شركة الآن من أكبر الشركات في العالم اللي عندها كاش، عندها سيولة، لا تحتاج أصلاً أن تدخل إلى البورصة. شركة عندها كاش، ما عندهاش مشكلة في السيولة، وعطاؤها سخي كذلك بالنسبة لي لشركائها. هذه أول نقطة، بروفايل، تاريخ الشركة. نحن نتكلم على شركة قديمة وليست شركة جديدة. لماذا يخاف الناس؟ الناس الآن يخافون من الشركات الجديدة أنها تغلق بسرعة. سيستثمر في شركة سنة سنتين ثم، وابحثوا عن شركات تسويق الهرمي لا يتجاوز مداها 10 سنوات. 10 سنوات. دعوني أعطيكم هذه الدراسة الآن. دراسة اقتصادية تقول أن 77% من الشركات في العالم تحل خلال سنتها الأولى، خلال السنة الأولى. 90% من الشركات تحل خلال 10 سنوات. خلال كم؟ 10 سنوات. خلال 10 سنوات تحل. 99% من الشركات، عفوا مش قلت 77% خلال سنة، 90% خلال 3 سنوات. خلال كم؟ 99% خلال 10. أقل من 1% من تصمد أكثر من 10 سنوات. كم؟ أقل من 10 سنوات. يعني الشركة اللي تبقى أكثر من 10 سنوات، يعني شركة، قلال الشركات في العالم الذين يدومون أكثر من 10 سنوات. رح نتكلم على شركة عمرها أكثر من 100 سنة. أي شخص يحب يستثمر، يحب يستثمر في الشركات القديمة. لماذا شركات يعني أسهم بيبسي وكوكا من أغلى الأسهم في العالم؟ لأنها شركات جديرة بالثقة وعمرها أكثر من 100 سنة. هذا بالجانب الاقتصادي. بروفايل. رقم 2، برودكت، منتجات. لماذا منتجات نقول منتجات يونيسيتي أفضل منتجات؟ أفضل منتجات، يعني حتى نقارن كذلك بين المنتجات نحتاج هنا إلى ضوابط، نحتاج إلى معايير. أول معيار، ما هي المادة الخام التي يصنع منها هذا المنتج؟ فأول معيار نتكلم عن المادة، المادة الخام. ركزوا معي جيدا، روعة يونيسيتي في منتج، مثلا منتج الباتشا، منتج الباتشا، هذا منتج لشاي الماتشا. ابحثوا الآن في الانترنت أنواع، عفوا أجود أنواع الماتشا في العالم أين توجد؟
في اليابان، في اليابان يونيسيتي تروح تعملها مزارع الماتشا في اليابان لكي تصنع هذا المنتج. ما تروحش يعني تشوف شخصي يزرع وتشري من عنده، لا لا لا، هي التي تشرف على المادة الخام، المادة الأولية لمنتجاتها، المادة الخام لمنتجاتها. الأكثر من ذلك، تعمل لك مركز ومراكز بحث للماتشا في اليابان. تعرفوا نبتة الماتشا أو شاي الماتشا يقطف 5 أيام في السنة. شوف مزارع ضخمة لكي تقطف كم من يوم في السنة؟ 5 أيام في اليونيسيتي تقطف نبتة الماتشا خلال 5 أيام في السنة، وتأخذ منها الأجود 50% الأجود وتصنع منها منتج، تحسب عبث منتج الماتشا بايوس لايف إنرجي يدخل إلى البي دي آر، ليس عبثا، ليس؟ نتكلم على أجود أنواع الماتشا. لما نتكلم على أوميجا 3، أوميجا اسمعوا، أوميجا 3 واحد من المنتجات الرئيسية للشركة. أوميجا 3 هناك يصنع كذلك جزء منه من سمك السلمون، سمك اسأل الآن أجود أنواع السلمون في العالم وين؟ في النرويج. فشركة يونيسيتي تروح تعمل مزارع السلمون وين؟ في النرويج، فقط لكي تعمل وتصنع أجود المنتجات. فالمادة الخام، الاهتمام الرهيب بالمادة الخام أساس جودة المنتجات. رقم 2، نسأل هل في هذا المنتج بحث وتطوير؟ الجواب هنا سهل، البي دي آر. بي دي آر أكبر شركة عندها منتجات في هذا المرجع شركة يو، شركة يونيسيتي. أخبرتكم دكتورة الأستاذة فاطمة في المحاضرة، قلت لكم الآن هناك شركات كثيرة في أمريكا، في أمريكا لوحدها أكثر من 50,000 شركة متخصصة في قطاع الصحة، أقل من 1,000 شركة عندها منتجات في البي دي آر، وأكبر شركة عندها منتجات في البي دي آر شركة يونيسيتي. الآن 15 منتج. سؤالي الآن، هل البي دي آر مؤسسة مستقلة طبعا عن كل الشركات ولها مصداقية كبيرة في العالم، فمنتجات شركة يونيسيتي موجودة في البي دي آر نتيجة بحث وتطوير مستمر لهذه المنتجات. منكم سمع اليوم رسالة الأبلاين دكتور مجدي؟ منكم سمعها؟ منكم عارف أن هناك منتجات أخرى قادمة كذلك، منتجات أكثر جودة كذلك قادمة في المستقبل؟ فالشركة تدفع كثيرا من أجل البحث والتطوير لأنها تطور منتجاتها باستمرار. رقم 3، الجودة. الجودة، منتجات يونيسيتي حائزة كلها على علامات الجودة. نتكلم على علامات جودة عالمية حاصلة عليها منتجات شركة يونيسيتي. رقم 4، هل لهذه المنتجات ضمان؟ هل فيها ضمان؟ منتجات شركة يونيسيتي عليها ضمان كم؟ شهرين. 60 يوم. أي شركة تقدم ضمان على منتجاتها إلا الشركة التي تثق في شركة يونيسيتي؟ يعني من البداية تقول لك إذا لم تستفد يعني إذا لم تتحسن صحتك يمكنك أن تعيد العلب فارغة وأن تسترجع فلوسك. أعيد العلب تسترجع فلوسك. فقط الآن لكي تعرف نفسك، البعض شغل تنفع له يقول لك استفدت من، لا لا، قم بتحليل دم أولا، أعمل لك بلاك تيست، تحليل دم قبل وتحليل دم بعد، صح؟ يعني وخلالهما خلال شهرين تناول المكملات لكي تستعرف الآن كيف تتحسن الصحة وعليها ضمان 60 يوم. رقم 5، السعر. ركزوا معي جيدا في السعر. لو نعمل خيارات هنا، تكون شركة محلية، شركة محلية وتصنع منتج، خلينا نقول ماتشا مثلا، ماتشا تصنعه شركة محلية وماتشا تصنعه شركة عالمية، اسمعوا رجاء، وعندهم نفس ميزانية البحث والتطوير،
فقط شركة تبيع في هذا السوق المحلي وشركة تبيع في سوق عالمي. أي شركات تبيع أسعارها بسعر أقل؟ عالمية ولا محلية؟ لماذا؟ معروفة. لماذا؟ سؤال لماذا؟ كمية بارك الله فيك. ما دام كمية كبيرة سوق أكبر إذا السعر يكون أقل وتستفيد أكثر. الآن نتكلم عن شركة تونسية شركة عالمية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ركزوا معي جيدا لما نتكلم عن الأسعار هنا. سأعطي مثال بالكلوروفيل. كلورو سوبر كلوروفيل، سوبر كلوروفيل يساعد على الوقاية من السرطان، صح؟ هدف الرئيسي الوقاية من السرطان. نتكلم على مكملات هنا وليس على الدواء، والكثير حقق نتائج علاجية في هذا الجانب. الآن ما هو الأطباء معنا هنا؟ ما هي الوسيلة التي تقاومون بها السرطان وتعالجون بها السرطان؟ أغلبها العلاج الكيميائي، صح؟ هل هو رخيص ولا غالي؟ ويفقد الشخص كذلك جزء كبير من تقديره لذاته بهذا العلاج، ينخفض تقديره لي. أغلب الناس الذين يعالجون علاج كيميائي يتمنون أن لا يراهم أي إنسان وأن لا يروا أي. تكلم على منتج سهل وبسيط، سوبر كلوروفيل، حقق نتائج معجزة. ثمنه كم؟ 12 بي في. تكلم أنت على في حدود 24 دولار تقريبا. شوف قيمة هذا المنتج، رخيصة ولا غالية؟ بمقدار ما يقدم. اسمعوا الآن رجاء، عندنا الآن ثلاث أنواع من الشركات في العالم. كم النوع؟ ثلاث أنواع. عندنا شركات A، شركات B، شركات C. شركات A شركة من نوع، شركة من نوع، شركة من نوع C. شركات A في الغالب تبيع للفئة، شركات B تبيع للفئة، شركات C تبيع للفئة C. ما منكم يعرف أن هناك دي كوستيم بدلات بمئة مليون أو أكثر؟ ما منكم يشتري كوستيم مئة مليون؟ اسمعوا يا رجل، خبرني صديق، عندي صديق مقيم في فرنسا، صديق قال لي مرة لقى جاكيت مر على محل، لقى في المحل كله، اسمعوا رجاء هذه القصة، لقى جاكيت واحدة تباع، تخيلوا محل روعة في جاكيت واحدة، كم سعرها؟ قال لي لقيتها 27 ألف يورو. كم قيمتها؟ 27 ألف يورو. طبعا هو شاف 27 بعد عاود رجع تأكد، ثم دخل إلى صاحب المحل فضولا، قالوا كم سعرها؟ قالوا 27 ألف يورو. قالوا سمي من فضلك هل في شخص يشتري 27 ألف يورو بدلة؟ قالوا نعم، هذه لها زبائنها، لها عملاؤها. ركزوا معي جيدا، هذه شركة من فئة A، شركة A تبيع للفئة يعني جماعة البي والسي لا يسمعونها أصلا بها. لمنكم يعرف أن هناك واحد يدير ساعة مليار، دير ساعة في يده مليار، لمنكم يدير ساعة مليار؟ قلوا يوم ما شاء الله ندير ساعة مليار. صح، في أشخاص يعملوا ساعات ب ساعة مليار. عندنا الأفلاين بول عامل ساعة ب 80 ألف دولار في يدي. أفلاين ساعة تاعو سعرها كم؟ 80 ألف دولار. طبعا جمعت 40 ألف دولار بزافة. يعني عندنا بيبسي بال، يعني كلهم 40-50 ألف دولار. ركزوا معي جيدا، يعني هذه منتجات لمن؟ للفئة للفئة. منكم يسمع عن بدلات؟ بدلات 5 ملايين 6 ملايين 4 ملايين هذو كاينين، صح؟ والبعض يشتري والبعض لا. هذو بدلات بي أو من الفئة، شركات بي تبيع للفئة بي. منكم يسمع عن بدلات أقل من مليون سنتيم؟ 800 700 500، هذو كاينين، صح؟ هذو بدلات، يعني شركات سي تبيع لمن؟ للفئة سي. أنا حبيت نبهكم لشيء، البعض لا يدري ما الذي يجري في العالم، فلا يعرف أن هناك فئات أخرى مختلفة عليه. روعت يونيسيتي أنها شركة من نوع A ولكن تبيع للفئة C.
هناك تحدي. شركة A وتبع الفئة C. هنا نتكلم على منتجات يونيسيتي، يعني شركات لما تشوف سعرها في السوق يعني في متناول الجميع. هذه رقم اثنين. فتكلمنا رقم واحد بروفايل، رقم اثنين برودكت، رقم ثلاثة تكلم على بلان، نظام العمولة. ركزوا معي جيدا، الفكرة كلها في العمولة. في شركة يونيسيتي أنها عمولة مفتوحة، مفتوحة. الآن مثلا لما تستثمر محتاجين تدرسوا انتم الموضوع جيدا. في بعض الشركات لما يكون عندك رانك، مثلا إذا حبينا نعمل بالتشابه يعني رانك تاعنا، يكون عندك رانك ديريكتور في شراءك 200 بي في، شراءك كم؟ إذا وليت بي دي، مش في يونيسيتي هذه، لا إذا وليت بي دي لازم يكون شراءك 700 بي في، فيزيدونه في حجم الشراء على حسب ال، ولكن في يونيسيتي لا يزيد. هذه عندك 100 بي في، 200 بي في لأي، والعمولة تنمو باستمرار. فعندك الآن طريقتين على الأقل للباسيف إنكم. الطريقة الأولى تأخذ فيها إلى غاية 5 مستويات، إلى غاية 5%، يعني 5%، 5%، 5%، 5%، 5%. والطريقة الثانية تأخذ فيها إلى غاية 12 مستوى، إلى غاية دايمتها. بعد الدايمت العمولة تضاعف أكثر وأكثر، ولهذا الثراء الفاحش بعد الدايمت يكون بعد الدايمت. ركزوا معي جيدا، في الطريقة الثانية تأخذ 5%، 5% واحدة أخرى 5%، 5%، 5%، 5%، ثم 3%، 3%، 3%، ثم 1%، 1%، 1%، إلى غاية 12 مستوى. فعندك الآن يعني 5 مستويات يصل الدخل فيها إلى غاية 10% كنسبة. وإذا زدت لها البونيوس فاستات الاف اس بي فمن 20 إلى 30%. ولهذا العمولة ضخمة في يونيسيتي الآن. الروعة الآن أنك تبني منظمة ويمكن لهذه المنظمة أن تستقل عليك. ليس بالضرورة أنك تبقى تبيع وتدخل أشخاص كل شهر. فممكن في شهر واحد تعمل لك فرونت لاين ثم تهتم ببناء المنظمة وتبدأ المنظمة في الاستقلال، في الاستقلال عنك، وبالتالي تربح وقت ومال. وهناك نماذج، أتكلم عن نماذج عالمية الآن. لما أتكلم على بارك، بارك هذا LCDI في كوريا الجنوبية، في كوريا الجنوبية طبعا سنلتقي في المؤتمر العالمي، هذا ملتقى عالمي كل سنتين. بارك دخله أكثر من 2 مليون دولار في الشهر. كم؟ مليون دولار. اسمحوا لي على هذه العبارة، هنا تحتاج أن تصدق أو تصدق، تصدق أو تصدق. قالوا أنا ما فتحش وأنت انتهى، يعني فتحتاج أن تعرف العالم. بالضبط، نتكلم على نظام عمولة مختلف تماما، نظام عمولة مشجع. والشركة الآن ركزوا معي جيدا، آخر الأخبار الآن اللي سمعناها اليوم الأبلاين دكتور مجدي، تفكر في أن تزيد في حجم العمولة. شيء طويل، شيء طهارة حجم مش خاص، تزيد في حجم العمولة. قل لكم بأمانة، والله كلامي من القلب لكم، آخر مرة كنا في تايلاند، ما كان معي آخر مرة في تايلاند، من حضر معنا محاضرة ستيوارت هيوز مدير تنفيذي أكبر بقدامي، هذا الأكبر في الشركة مدير تنفيذي مالك الشركة. توقعنا تاع واحد مدير شركة وش يخبرك؟ خبرك على المنتجات، خبرك على الأبحاث، خبرك على التطوير، خبرك على رؤية الشركة، خبرك شنو حنديرو، صح؟ ولا كلمة هنا، ولا أي كلمة. يتكلم عن طاقة الحب، يتكلم عن جو العائلة، يتكلم عن النجاح، يتكلم عن الأخلاق، يتكلم كيف ننجح معها مع بعض. واستمعوا، وكل كلمة ملخصة بعثها دكتور في الواتساب، حاولوا اقرأوها وراجعوها. طريقة تفكير مختلفة، تشعر بالأمان أنك في شركة عائلية، من تشتغل مع عائلة أكثر منه بزنس. كيف ننجح معها مع بعض؟ نظام عمولة مختلف تماما.
رقم أربعة، رقم أربعة بروسيس، نظام عمل. سأشرحه طبعا لما أتكلم على الواي الرابعة، واي يوني باور. فنظام العمل احنا بالنسبة لنا هو اليو بي اس، يوني باور سيستم، وسأجيب عنه في الواي الرابعة. ولكن كذلك يميز هذا النظام نظام شركة يونيسيتي، نظام مبدع. طبعا في يونيسيتي هناك كم من نظام، لا يوجد نظام واحد، لكن نظام اليوني باور هو نظام تايلاندي، نظام تايلاندي ونظام الشرق الأوسط الآن، نظام الشرق الأوسط، نظام مبدع طوره كونجو، سأتكلم عنه إن شاء الله لما أتكلم على اليو بي اس. رقم خمسة هاي الوايل الرابعة، رقم خمسة بوتنشال، إمكانات الشركة. دعوني أخبركم الآن، لما تتكلم على شركة، شركة قمة في المرونة، قمة في المرونة. تعرفوا الآن وزارات الصحة في العالم ما عندهاش نفس التراخيص، ما عندهاش نفس التراخيص. مثال لو نأخذ بايوس سي، فيتامين سي مثلا، تلقى في دولة عندها واحد دوز واحد الشروط وزارة الصحة، في دولة أخرى عندها شروط مختلفة. الآن كيف يمكن لشركة أن تفتح خطوط إنتاج لكل دولة؟ البعض لا يعرف هذا، لكن هذا يحتاج إلى قدرات جبارة، تعمل مصانع مختلفة، مرونة كبيرة لكي تصنع لكل دولة على حدة وتوافق تراخيصها ومن غير أن تخل بجودة المنتج. هنا الإبداع صح؟ فشركة يونيسيتي الآن تكلم فقط الآن، أنا عندي سمعت عندي شوية خبرة، مشي بالزاف، لكن خبرة بسيطة على التراخيص اللي في الشرق الأوسط فقط، يعني قريب من الجو، قريب من الإدارة. فتراخيص الأردن تراخيص مختلفة، الجزائر تراخيص مختلفة، المغرب تراخيص مختلفة، البحرين تراخيص مختلفة، الكويت تراخيص مختلفة. كل دولة ولها ترى ولها شروطها ولها وثائقها، واحد يدوس تمنح لازم يقلوا. فتجد مثلا احنا في الجزائر كاين تناقض، مثلا عندنا باراواي بلس، تعرفون باراواي بلس؟ في باراواي بلس حاس على ترخيص وزارة الصحة، وزارة التجارة قالت عليه ملاحظات، يعني بين الهيئات وموجود في ميزة. فتشعر يعني فكيف لشركة أن تتكيف مع كل هذه المتناقضات إذا لم تكن تمتلك إمكانيات وتحافظ على جودة منتجاتها؟ يعني تتبعوا جيدا لما تكلم عن البي دي آر، ممكن المنتج يدخل البي دي آر، لكن السؤال الأهم هل سيصمد في البي دي آر؟ هذا هو السؤال الأهم، هل سيصمد في البي دي آر؟ إذا كان منتجات تدخل وها؟ منتجات شركة يونيسيتي تدخل وتظل في البي دي آر. فنتكلم على شركة عملاقة هنا. رقم ستة نظام الشراكة، نظام الشراكة بارتنرز. نحن في يونيسيتي لسنا موظفين، لسنا نحن شركاء في يونيسيتي، ما عندناش راتب في يونيسيتي، عندنا عمولة، عمولة تلقاها شهرية، يعني حقنا الشهري على حسب العمل تتلقى، ونظام العمولة واضح تماما، واضح تماما وفق النسبة، عندك نسب تأخذها، فقط علينا أن نشرحها بطريقة صح. البعض يعمل توقعات لأن أبلاي للأسف شديد لا يشرح له بطريقة صح، أنا أعرف هذا، فاشرح له العمولة كما هي. فالبعض مش فاهم ال 500 بي في ما 500 بي في يعني، وأي نسبة يأخذها لـ 20 إلى 25%، فلازم الأبلاين يشرح العمولة لفريقي، ولكن عمولة صح ونظام شراكة صح. الرواء في هذا النظام الشراكة ما عندكش قيود فيه، لا يوجد فيه قيود، يعني يمكن تدخل يونيسيتي يمكن تخرج من يونيسيتي عادي، تب تخرج وخرج ولا أي غرامة عليك صح، واش يقولك خليتنا في الوصلة تحب تخرج تخرج، أنت حر. بعض الشركات دخول الحمام ليس كخروج. انتبهوا جيدا، البعض مش عارف البزنس. اعطيكم فقط في شركه كراسكو، شركه كراسكو اشترينا الحقوق، انا اشتريت الحقوق لدوله الجزائر والحمد لله رب العالمين، انا لما اشتري حقوق للمغرب العرب هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. المهم اشتريت دوله الجزائر، دكتور مجدي اكثر مغامره اشترى حقوق 11 دوله، كم دولة. اشتغل بعمق، ولا واحد اشتغل في شركة كراسكوم مثل ما اشتغل الدكتور مجدي الأبلاي.
اشتغل في سنة دار رقم أعمال 3 مليون دولار. كم؟ مش رقم بسيط هذا، صح؟ طبعا لم يستفيد منه بأي شيء، هو في النهاية راح كله للشركة. تعب، تكسر في سنتين، تكسر، راح ضاع إجازة مع عائلته 3 أيام من دبي، حب التزحلق فكسرت رجله فجلس في البيت. المهم لما جلس في البيت طبعا أعاد مراجعة حساباتي وقرر أن ينسحب من كريستكوم. قال لهم أوكي، قلت الحمد لله في ذلك الوقت انسحبت أنا من كريستكوم، خرجت منها بسلام. طبعا جزء الأصل فيه مبلغ بعدي أدفعه في الجزائر، قلنا لهم ما نجحناش ولا غالب وكذا، فسكتوا علينا، سكتوا علينا، رعونا الحمد لله، يعني هم فضل الله عليه. دكتور مجدي فقال لهم الآن أنا أريد أن أنسحب، دخلت بذلك مليون دولار. قال له لا لا لا، قال له كيف تنسحب هذا؟ قال له إذا انسحبت بزل العقد في 3 سنوات، لازمك تدفع المينيموم 11 دولة في 3 سنوات. كان مينيموم شهري، مينيموم شهري 6000 دولار شهريا، يعني اصلا دفعها حتى انا بقالي في 3 سنوات. تخيلوا لو اعطوني هذا الامر، يعني في السنه كم؟ 72000 دولار مينيموم. 3 سنوات 72000 دولار في الدوله، اضربوها في 11 دوله في 3، قلت لكم دخول الحمام زي ليس مثل غفروش. انا في الشركه تنسحب 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 ولا اي شيء. البعض لا يدرك هذه النعمه، ولكن هذه نعمه، تدخل في بزنس، دير انجاجمون في بزنس بمبلغ تافه، وكي تحب تخرج تخرج منه. صح، ركزوا معي جيدا. ولكن من اروع الكلمات اللي استمعتها من ستيوارت هيوز المدير التنفيذي، اذا انسحبت بسرعه فقط واخترت شيء اخر عليك ان تلتزم به فقط، انه واضح ان ما عندك شيء يسمى الالتزام. الالتزام، وهذه خصله انت تفتقدها، واذا بقيت تفتقدها لن تنجح في حياتك فقط. حتى لو خرجت من عندنا من حقك ذلك، روح وانت حب، بس اذا اخترت شيء واحد اخر انتبه الى الالتزام لكي تنجح في اي مشروع. وسندعو لك بالتوفيق ان شاء الله، ولن تدفع ولا فلس، فانت في نظام ولا نظام شراكه، ولست موظفا في يو في يونيسيتي، ولذا نحن اخترنا يونيسيتي وليست شركة أخرى. رقم 4، واي يو بي اس؟ لماذا يوني باور؟ طبعا يو بي اس يعني يوني باور. واي يو بي اس؟ يوني باور سيستم، يوني باور سيستم. ركزوا معي جيدا، حتى نتكلم عن نظام، حتى يكون عندنا نظام، هذا النظام يحتاج إلى شروط. ما هو النظام اللي ممكن يختاره أي إنسان يقول هذا النظام يستحق أن أختاره؟ لما نتكلم عن نظام فرانشيز مثلا، نحب نشتري ماكدونالدز، ماكدونالدز عندهم نظام، نظام حتى من طريقة التقديم، شفت طريقة التقديم بالساندويتش، طريقة التقديم هذه فيها نظام، طريقة الطلب فيها نظام، طريقة تحس، يعني يسموه سيستم من البداية إلى هذا السيستم يشترى. وش معنى يشترى؟ حقوق السيستم، وتبيعه الى اي انسان، وتاخذ عليه نسبه مدى الحياه، عليه نسبه مدى الحياه. ركزوا معي جيدا، اليوني باور نظام، ولكن ما هي شروط النظام حتى نقول انه نظام؟ اول شرط يكون نظام بسيط وليس معقد، بسيط وليس معقد. ما يكونش فيه مثلا نظام في معادلات رياضية، يعني وبالالجوريثم، يعني أي إنسان، يعني واحد مش قاري رياضيات ما يقدرش ينجح في هذا المشروع. فلازم نظام بسيط، ما يكونش فيه مثلا 20000 خطوة لازم تعرفها في هذا النظام. فإحنا نتكلم هنا على 8 خطوات. كم الخطوة؟ سنتدرب عليها إن شاء الله بعد هذه الفعالية. 8 خطوات. رقم 2، ألا يكون النظام ممكن يكون بسيط، صح شوية ما يقدرش يتعلموه، هو سهل يبان مبسط ولكنه معقد، لا يكون سهل التعلم، أي إنسان يقدر يتعلمه، أي إنسان يمكن أن يعني مهندس
طبيب جراح جلسة في البيت ما عندهاش مستوى. ركزوا معي جيدا، الرؤى في نيو باور، فعندنا مثلا واحدة قبل الشهر الماضي قدمت قصة نجاحها على الستيج، مستواها سنة رابعة ابتدائي. روبي، روبي مستواها كم؟ سنة رابعة ابتدائي. وش معنى هذا الكلام؟ يمكن لأي إنسان أن يتعلمه وأن ينجح. رقم ثلاثة، يكون سهل بسيط، سهل قابل للاستنساخ، قابل للاستنساخ، بسيط سهل التعلم وقابل للاستنساخ. شو أنا قابل للاستنساخ؟ قابل للاستنساخ عفوا، هناك صفة أخرى، يكون فعال. شو معنى فعال؟ يعطي النتائج، يعني أعطى نتائج، يعني كان لي طبقوه وأعطاهم نتائج، يعني فيه نتائج. رقم أربعة، قابل للاستنساخ، يعني أي شخص يستنسخه ويحقق النتائج. هذه مواصفات أي نظام، مواصفات أي نظام إذا أردنا أن نقترب. وكل هذه المواصفات موجودة في اليوني باور، بسيط، ثماني خطوات، الجميع يتعلمه بكل سهولة، فيه نتائج رائعة، دايموند، دوبل دايموند، تريبل دايموند، كراون دايموند، مئات البي دي والروبي في سنوات قليلة، في سنوات قليلة، وقابل للاستنساخ. سأعطيكم مقارنات حتى نفهم قوة هذا النظام، نظام اليوني باور. في سنغافورة، تعرفون سنغافورة صح؟ يونيسيتي دخلت إلى سنغافورة قبل أن تدخل إلى تايلاند، قبل أن تدخل إلى تايلاند. سنغافورة أصبح هناك روبي بعد 7 سنوات. طبعا هذه النظرة متفائلة، سمعت من أبلايني، واحد من الأبلاينات توعي، قال لي مش روبي، قال لي 7 سنوات أصبح هناك اس دي. نحبش بركة نحبط، حبيت نعطيكم نظرة متفائلة شوي. هذه من غير نظام، طبعا ما فيهاش اليو بي، ما فيهاش اليو بي أصلا. كم 7 سنوات، خلينا نقول روبي معليش، داخل 20-30 ألف دولار تقريبا في الشهر. في اليوني باور ايرين 7 أشهر دايموند، 7 أشهر. طيب خلينا من ايرين، خلينا نروح الجزائر، 6 أشهر عندنا روبي وين صح؟ الروعة الآن في اليوني باور خلص لما يكون هناك نظام. لاحظ هناك منتجات، هناك منتجات وعندنا نظام، واش درنا؟ قلصنا المده، لانه عملنا استنساخ لل سهل، ولهذا في نظام لا تفكر، تعلم وطبق فقط. ليس مطلوب منك ان تبدع في هذا النظام، طبق النظام، لكن قبل ذلك اقتنع ثم طبق النظام. هنا قوه النظام. ساقارن الان، لكي تنجح في اي عمل نحتاج الى نوعان، نحتاج الى سيستم وبيبول، اشخاص. ساخذ نماذج هنا، ناخذ تايلاند كنموذج. تايلاند نموذج فيه يو بي اس صح، يوني باور بدا في تايلاند، وفي اشخاص طبعا اللي زار تايلاند يعرف ان الشخص التايلاندي انسان مسالم، يحب الحياة، هادئ، مش مقلقين عن النجاح، مستمتعين بالرحلة. ولهذا وجد دايموند عندهم من 3-5 سنوات. هذا وين؟ في تايلاند. نتكلم على فيتنام في سيستم يو بي اس كذلك، ايرين ابلايناكم كونجو، وفي شخص فقط، الشخص الفيتنامي
شخص أكثر حرارة، أكثر. طبعا الفيتناميين يشبهون الجزائريين، يشبههم، يتشابه. طبعا حتى في الحرب ألهمونا صح. معركة ديان بيانفو كانت هي التي ألهمت ثورة التحرير الكبرى عندنا صح. ولهذا أصبح هناك دائما في 7 أشهر دائما وين؟ اليو بي اس. تكلمنا على سنغافورة، سنغافورة ما يوجد يو بي، يوجد أشخاص روبي 7 سنوات و اس دي في 7 سنوات. لاحظتوا الفرق؟ لماذا اليوني باور ولماذا نذهب نتعلم باستمرار؟ روعة يوني باور أنه يركز على النتائج، يركز على طبعا يعطيك كل معادلات النجاح كيف تنجح في هذا المشروع عن طريق الفعاليات، عن طريق تدريب مجاني، وفي نفس الوقت يحقق لك معادلة نجاح سي بي دو. فتراك كل مرة أشخاص ناجحين، مش تحب تشوف أشخاص ناجحين تحتاج سنوات لكي تلتقيهم. رئيس الآن أي شركة أخرى قل أوريلي أشخاص ناجحين. دعوني أوريكم قصة الآن، قصة حقيقية في الجزائر. في شخص أعرفه، كمان أعرفه يعني في عالم الفيسبوك، وكذلك شغال في عالم التدريب. فسمع بي مرة، زرت ولاية من الولايات، بعث لي على الفيسبوك قال لي أستاذ راك جاي لهذه الولاية. قلت له أوكي. قال لي حاب نشوفك، عندي عرض مهم بالنسبة لك، أرحب بورسام لما نكون هناك تعال. المهم جاءني إلى تلك الولاية شخص ذكي جدا هو، وبدأ يناقشني. قال لي أنا شغال الآن في تسويق الشبكي مع شركة من أروع ما يكون. قال لي بس خبرني على المشروع تاعك. خبرني، خليني اسمع لك اول شيء، اسمع العرض. فاكمل عرضه، ما شاء الله عنده معلومات روعه على الشركه التي هو فيها. قلت له فقط ساسالك بعض الاسئله اذا تكررت اذا سمحت لي. قلت له سؤال اول، يعني كم منذ متى تاسست شركتكم؟ قال لي هذا بزاف سنوات بزاف. فاعطيت له تاريخ بالضبط، تاريخ تاسيس الشركه سنة 1978 بالضبط. واللي يعرف يسكت ما يقولش ما هي شركة. سنة 1978 قلت له احنا شركتنا بروفايلها قبل أكثر من 100 سنة فقط. أي شركات تعطي الأمان أكثر هنا؟ قلت له سؤال ثاني، هل عندكم منتج موجود في البي دي آر؟ أنا أعرف أنه لا يوجد أي منتج عندهم في البي دي آر. فقال لي ما على بلش. قلت له ولا أي منتج موجود في البي دي آر. وسأل عن البي دي قلت له رقم 3، هل شركتكم عضوة في منظمة البيع العالمي البيع المباشر DSA؟ قال لي أعتقد نعم. قلت له كانت لكنها أصبحت معلقة الآن. كانت لكنها الآن معلقة. قلت له كيف تحصلون على العمولة؟ اشرح لي نظام. قلت له نظام أكتيف وليس نظام باسيف. تهاوني في نظام العمولة التالي، ممكن تشتغل شهر تعملك فرونتلاين ثم تبني منظمة، لكن انت تحتاج تبقى بياع مدل لكي تحصل على عمولة. هذا فرق جوهري، عقلية باسيف هنا وليست عقلية اكتيف. السؤال الرابع او الخامس، قلت له كم من شخص متقاعد عندكم وبكم وكم دخله؟ قال لي متقاعد. قال لي نسمع الاشخاص متقاعد رأيتهم؟ قال لي لا، خبرونا. هكذا كلامه يعلم الله. قال لي في واحد خبرونا ودخلوا ما شاء الله والآن متفرغ في الشركة ولا عمل أي شيء. قلت له بعد كم تقاعد؟ قال لي بعد 20 سنة. بعد كم؟ بعد 20 سنة. قلت له تعال نوري لك أطفال في طائران متقاعدين. قلت له كم دخلوا؟ قال لي وصل دخلوا 50,000 دولار. قلت له تعال نوري لك أطفال دخلوا 100,000 دولار فأكثر ومش واحد، وتعال معي كل شهر لكي أريك. نقاش منطقي، فرق وبين هذه و من غير أن تطعن في أي شخص، ولكن اخترنا شركة، الشركة اللي عندها نتائج ونتائج باليو بي يس. الآن رقم 5 واي تيم. لماذا نعمل هنا في فريق؟ ركزوا معي جيدا. أول سبب لكي نضمن الاستنساخ. نضمن واش؟ الاستنساخ. الآن ركزوا معي جيدا، ممكن كأبلاين
تضمن الجودة في الصف الأول صح، لكن السؤال كيف تضمن الجودة في الصف المئة؟ كيف تضمن الجودة في الصف ال؟ فتحتاج هنا إلى ستيل. إذا موش أبلاين إلى قن إلى فريقه إلى قنه من النظام، فكيف سنضمن هذا الاستنساخ؟ رقم واحد. رقم اثنين، ما هو الفريق؟ أنت هنا فعندك أبلاين صح، روعة أنه عندك 12 أبلاين، يعني 12 كوتش بالنسبة لك، كلهم يدعمونك لكي تحتاج أن تفهم أسرار النجاح. تكلم من؟ تكلم هؤلاء، تشتغل مع هؤلاء، يعلمونك كيف تنجح في هذا المشروع. ولما تتعلم تنقل هذا النجاح إلى فريقك، وهكذا دواليك. أروع مشروع يقوم على المشاركة. ركزوا معي جيدا، لازم تفهموا واحد النقطة مهمة جدا هنا. أنا درست موضوع التسويق الشبكي طبعا بعد أن عفته لسنوات، يعني ركزوا معي جيدا. الروعة في شركة يونيسيتي، افهموا هذه النقطة جيدا، أنه لا يوجد تنافس بين الداون لاينز والأبلاينز. نعودها للجدد، في شركة يونيسيتي لا يوجد تنافس بين الأبلاين والداون. طبعا ممكن داون لاينز في صف العشرين يفوق الأبلاين في الدخل وفي الرنك عندنا، تعرفون هذا؟ هذا تسويق شبكي هنا وليس تسويق حرامي. يعني ممكن صف العشرين واحدة في الصف، وعندنا نماذج في الجزائر صف العشرين يفوقون أصحاب الصف الأول، لأن النظام عادل إذا، ونظام قائم على صناعة قيادات. يعني ممكن شخص يتأخر ولا ويحقق نتائج أعظم، عادي جدا هنا. صح، ركزوا معي جيدا هنا. الروعة أنه ومع هذا لا يوجد تنافس بين الأبلاين والداون. في شركات أخرى، أنا أعرف شركات أخرى تسويق شبكي، يعني الأبلاين يتنافس مع الداون لاينز. يعني إذا الداون لاينز بعد كان يعرف الأبلاين رايح للولاية مثلا، يقول له معي أشخاص راح يدخلوا، يروح الأبلاين يدخلهم معاه مباشرة، دخلهم معاه. لماذا؟ لأن الشركة التي هو فيها إذا عندك فرع كبير، إذا عندك فرع مثلا أصبح في أوفي كبير، يسحب منك، يسحب، فيبدأ هناك تنافس. ماذا به الأبلاين؟ هؤلاء لا يفوقونه في الرنك حتى لا يسحبون، يسحبون من هنا، يبدأ التنافس ويبدأ العوج في هذا المشروع. كل هؤلاء يدعمونك، الروعة يدعمونك ويحبون لك الخير. ولا واحد يحب لك الخير في هذا المشروع مثل الأبلاين، لأنك لما تنجح هو ينجح. الجماعة اللي راحوا معنا يعرفون الأبلاين التايلانديين. أبلاين التايلانديين طبعا تعرفنا عليهم في المشروع، نعرفهم من قبل، ولكن كانوا سبب من أسباب وصول المشروع إلينا، أنه وصلوا واحد لواحد 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 حتى وصل، حتى وصل إلينا. فعندي أبلايني بوك، هذه تايلاندية، أبلايني جولي، أبلايني إيب، أبلايني إيرك، أبلايني بيبسي. طبعا كاين رجال، بول بال بونك، هؤلاء رجال. المهم الذي هم تكلم على أبلاين واحدة الآن بوك، هذه أبلاين بوك الرنك تاعها بي دي، مش الرنك تاعها، يعني أنا أعلى منها في الرنك، أعلى منها في الرنك. معي هذه المرة لما صعدت على الستيج، لما صعدت على الستيج تبكي بكاء كطفلة صغيرة، كطفلة يعني الأصل ما عندناش، لا وخلص عرفت عليها هافل. أكثر أشخاص يحبون لك ويسعدون لي نجاحك. لما وصلت إلى روبي وان شباب في شهر سبتمبر أعتقد، روبي وان شفتني، يعني يعرفونا فقط إحنا، لا ما عندناش تاع العناق هذاك، ما عندناش وإلا لا طبعا هم عندهم عندهمش مشكلة هم في العناق، إحنا يعرفونا أنا كي شو عنقهم. تقفز فرحا من لكي يعني لكي كيف نجحت، ونشرت صوري في كل مجموعات تايلاندية، عملت لي هكذا بوستار وكذا، روبي وان دايموند كلام من هذا القبيلة، ونشرته في كل مجموعات تايلاندية. أنا داخل في اليوم الثاني للتدريب عادي، دائما حبل في الصف الأخير هكذا أراقب داخل، ولا واحد يعرفني في تايلاند، فنجي التايلاندي يجي يقول لك كمال
أرض الأرضين الحيون، كيف عرفوني هؤلاء؟ فهمت بعد ذلك، فهمت أنهم نشرت صوري بكل المجموعات. أنا حاب نصل لوحدة النتيجة مهمة جدا هنا، يعني هذه أبلاين أقل منك في الرانكة، تخيلوا كل واحد يضع نفسه في مكانه، داون لايز أعلى منك في الرانك، داون لايز أعلى منك في ال... كيف تحب له الخير؟ ولا حسد ولا بغض ولا أي ولا أي شيء، لأن المشروع قائم على قيمة ال... قائم على قيمة الحب، قيمة ال... الحب. ولهذا هذا الخط نسميه خط الحب، خط ال... أكثر خط يحب لك الخير في هذا المشروع هو خط الأبلاين. ولهذا عندنا المشروع يقوم على الامتنان، يقوم على الامتنان طبعا للخالق العظيم سبحانه وتعالى، امتن كذلك لعائلتك، وامتن لخط ال... وامتن للفريق الذي صدقك وقبل أن يشتغل معك، وامتنان كذلك للفريق، أن تمتن للجميع. هذا المشروع لا يقوم على المنافسة، صدقوني هذا كلام البعض قد يستوعبه الآن، والبعض قد يستوعبه بعد مدة. البعض الطلبات أنا أريد أن أغير الأبلاين، أبلاين يا أخي، إذا لم ترى في أبلاينك المعلومات التي تريدها اسأل أبلاينه وهو أبلاينك، واسأل أب لكن خليك ممتن لأن هذا الشخص عرفك عن المشروع. الذين ينجحون في هذا المشروع أشخاص عندهم امتنان، لعنده حسد، لعنده بغض. صدقوني اسمعوا هذا الكلام، والله لن يدوم في هذا المشروع، فلينسحب الآن أفضل أو يتربى. والمشروع نحن نتربى في هذا المشروع، أنا أتربى في هذا المشروع، أتربى يوما بعد، وكل مرة أكتشف نقائصي وعيوبي في هذا المشروع، ولا يدعي الكمال، والكمال للخلق العظيم سبحانه، ولكننا نتربى فعلا في هذا المشروع، كل مرة نكتشف عيوبنا. لو ما عدناش علاقة مع الأبلاينات ونجلس مع الأبلاينات ونجلس مع من سبقونا، فكيف نكتشف أخطاءنا؟ كيف نكتشف عيوبنا؟ نكتشف عيوبنا لأننا نتعلم باستمرار. فخليكم ممتنين للأبلاين، لا تحسب الأبلاين. وإذا غيرت، البعض يحسب نفسه أنه سينجح لما يغير الأبلاين، قل له ها وجهي إذا نجحت، غير الأبلاين وإذا نجحت ها وجهي. المشروع يقوم على الحب، يقوم على الامتنان، لا يقوم على الحسد، لا يقوم على البغض، لا يقوم على الكره، يقوم على المشاركة. ولهذا دائما نشتغل في فريق، ننمو مع بعض. رقم 6 آخر سؤال أجيب عنه قبل أن نأخذ استراحة إن شاء الله، ونبدأ بعد ذلك في الآيكاش. Why you؟ لماذا أنت في هذا المشروع؟ أنت السر هنا، ركزوا معي جيدا. أول قاعدة عليك أن تعلمها وأن تحفظها وأن تنقشها في قلبك، أنت المسؤول على نجاحك في هذا المشروع، ولا أي شخص مسؤول على نجاحك. نعودها، أنت المسؤول على، ما تقول لي أبلايني ما نجحنيش، أبلاينك ولا دخل له في نجاحك، لأنك أنت المسؤول على دور الأبلاين. يفهمك، يحفزك، يدعمك، يلهمك، صح؟ لا يمكن أن ينجحك، أنت تنجح بنفسك. ما لقيتش أبلاين، تعلم وابحث كيف تتعلم لكي تنجح. فمسؤولية النجاح مسؤولية شخصية، ما عندنا اشتراكية هنا، ننجح مع بعض ونسقط مع بعض، صح؟ الأبلاين دوره واش؟ أنه يحب الخير لي لفريقي، يدعمهم حتى ينجحوا. ولكن ستفهمون معادلة النجاح. أنا عندي فريق وعندي فرونت لاين، صح؟ ليسوا كلهم في نفس المستوى، صح؟ في البداية تعطي لهم نفس الاهتمام، نفس الاهتمام، ولكن تلقى شخص يجري وراك، علمني، تعالى أستاذ، تعالى أريد أن أجلس معك، علمني، هل ما فهمتك؟ والشخص لا يكلمك بالعشرة أيام، 15 يوم، 20 يوم، ويلتقيك بالصدفة وتكلمها، تقول أنجح، أنا معك، إذا حبيت ننجحك تحتاجني بأي شيء، قلت إن شاء الله ونحتاجك أستاذ، ثم يغفل. فلمن تقدم وقتك وجهدك؟ ما تمزح، بصح لست مسؤول عن نجاح أي؟ نجحك، نفهمك، نعلمك، مش نجحك، نفهمك، نعلمك، ندعمك، ألهمك، نوريك الأخطاء،
ولعيوبك الآن المسؤول عن نجاحك. لما تطبق طبق، ثم بعد ذلك يسأل. لكن ولا واحد راح يطبق في بلاسته. البعض يعتقد أن دور هذا المشروع هو جلس في مكانه، حط رجل على رجل، هو سيد وأنا أبلاي يخدمه من مكان إلى مكان. طبعا ليس هكذا. مشروع لا يقوم على هذه. أبلاي يخدمك روعة لأنه يحبك أن تنجح، بس مش خدام عندك. يخدمك لأنه يحبك وبلمزيته يدعمك، بس مش خدام عندك كذلك صح؟ اشتغل معه بعض. إذا آمنت بالمشروع عليك أن تنجح، أن تؤمن بنجاحك وأن تتحمل مسؤولية نجاحك. خلينا نقول لك الآن أو نقول لكم ما هي أنواع الأشخاص الذين يدخلون معنا. عندنا ثلاث أنواع. القسم الأول ثلاثة أنواع. الأشخاص الأولين يدخلوا، وهؤلاء في الغالب يتساقطون بسرعة ويصبحون من ألد أعدائنا وألد خصوم المشروع. روعة ديلو STP يقول لك روعة هذا المشروع، هذا مشروع مشروعي. متخيل هو يقول لك اسم الحكاية جيب ناس وخلاص. لكن نعرف فلان ما شاء الله رئيس جمعية، وفلان مدرب، وفلان عنده مركز، وفلان عنده علاقات كبيرة. دوك نجيبهم ندخلهم بسرعة، نتدي لهم STP وندخلهم معك ونحط رجل على رجل وخلاص وتقعد. لم يكن صادفة مثل هذه النوعية يرفع يده صح. هؤلاء أشخاص مقامرون، يحسبها قمار الحكاية، روح جيب ونجح وانتهى الموضوع. فيتفاجأ يروح يكلم شخص، يقول له يكلم ذلك الشخص اللي في السيستام يعلمك أنه بالنسبة لك، يروح يبدأ بهم هو يبدأ بهم. فيروح الشخص الأول يقول له تعال ادخل، يقول والله ماني فارغ، هذا مشروع عندي فكرة عليه ما عنديش قادر فارغ، عندي أعمال، عندي مشاريعي. أوكي لا لك إيش نهار إن شاء الله. أو يقول له لما تنجح أنت روح كلمني على حسب الجواب صح. فيفشل شوي يقول لك راح لي هذا الشخص، بيروح يكلم شخص آخر بطاقة منخفضة شوي، يقول له عندي مشروع وروح أدخل معاه، يقول له اسمح لي والله ما عنديش وقت. أو يستفزه مثلا مش فاهم السيستم في الهاتف، يدفق له كل شيء فخلاص يقعد يكلمه ويغلق عليه الهاتف أصلا ويرد عليه. فينتهي الثاني، ثم الثالث لا، ثم الرابع لا، اسمعوا، ثم الرابع لا، يسقط وييأس من المشروع ويتشائم من المشروع، ويجي أي شخص يكلمه على المشروع يقول له أخطيك منه هذا المشروع، أنا جربته ما نجحتش، لا غريب فيكم، أنا جربته ما نجحتش، ويصبح خصم لل لماذا؟ لأنه لم يفهم تقولوا يا فلان أروح تعلم معنا، تعال إلى OPP، تعال إلى MBC، تعال إلى الآيكاش، أروح أفهم 6Y6B's، أفهم كلير واي، كيف تنجح هذا المشروع؟ يقول لك شنو المشروع؟ جيب ناس، جيب غاشي وخلاص، أنا فهمت. لا، هي ليست غاشي هنا، هي كيف تصنع؟ قال هذا نوع أول. هناك نوع ثاني، نوع الثاني الهواة وما أكثرهم كذلك. تكلمهم عن المشروع روعة، يعمل لك STP يقول روعة، يقول تعال إلى OPP يأتي إلى OPP، تعال إلى MBC، يقول تعال كم من مرة نعمل، يقول لك هذا يا أخي خلاص بالفعاليات سأعمل أنا خلاص فهمت، الشهر الأول نرجع فلوسي، الشهر الثاني أنا دايموند، الشهر الثالث أنا تقاعدت. ثم يبدأ الشهر الأول تبدأ طاقته تن، الشهر الثاني، الشهر الثالث، ثم يركن جانبا. شخص هاوي، شخص هاوي وليس محترف. نوعية ثالثة، يفهم رؤية المشروع، يعرف إلى أين يذهب بهذا المشروع، ما الذي سيجنيه بهذا المشروع، يبدأ معك، يفهم جيدا ويستمع دائما إلى الأبلاين ويحضر بستم، يعمل في البداية وقد يمتحن وقد يختبر، قد يختبر أشهر، البعض شهور قد يختبر إذا كان يعمل، إذا لم يكن ليعمل هو لم يدخل بعد. الحكاية لا تحسب بالشهور، تحسب بالعمل.
انا اعرف مدربين خليجيين معنا مدربة وملهمين ومدربين من نفس المدرسة من الليبطة وفي البرمجة اللغوية العصبية البعض سنتين الآن سنتين اي دي وصل الى اي مش هنا الحكاية قبل 8 أشهر من الآن كان الاوفي تاعه 2000 ولا رانك عنده. تخيلوا شخص مدرب يأتي الى اليو بي اس باوفي 2000 ولكنه يصبر 2000 يصبر 2000 يصبر يأتي 6 أشهر كم يأتي 6 أشهر لليو بي اس من 2000 47,000 اي دي الان على مشارف بي دي. بعضهم اعرف ان صديقي وليد سعيدي عنده اوفي اكثر من بي دي وقريبا ممكن شهر الشهر او الشهر القادم يكون بي دي او صفاير. بس نحتاج الى صبر فهم يعمل باستمرار 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 حتى يحصل على اذا وصل الى بي دي داخل $10,000 في الشهر كيف ستكون حياته؟ الروعة انهم يصنعون قادة. الحكاية مش اوفي هنا، حكاية صناعة هذا شخص محترف، شخص محترف يعمل يعمل بجد ويحصل على النتائج. ركزوا معي جيدا. هذا القسم الأول. عندنا كذلك نوعان في هذا المشروع. النوع الأول أشخاص في هذا المشروع يرغبون في النجاح. قولك أنا حاب ننجح. من منكم حاب ينجح؟ وهناك أشخاص يحتاجون النجاح. هذا النجاح من منكم يسمع يسمع ليز براون؟ ليز براون ليز براون أحد أكبر محفز العالم ليز براون لما يقول لك I am hungry أنا جوعان يعني محتاج للنجاح. الشخص المحتاج للنجاح مش معنى محتاج؟ تعرفوا الاحتياجات الإنسانية يعني النجاح بالنسبة لك كالماء كالهواء كالغذاء. هل يمكنك أن تستغني عن الماء والهواء والغذاء؟ إذا أصبح النجاح بالنسبة لك كالماء كالغذاء كالهواء يمكنك أن تنجح. يعني لا بديل لك في الحياة إما أن تنجح أو أن تنجح. هنا تصل إلى النجاح. أما إذا النجاح عندك رغبة أنا حاب ننجح أوه روعة أفرايني نجاح أنا ثاني والله روعة أنا معك I am diamond تأخر لي شوي ما تجيبوش المنتج ما تجيبوش هذا أنا قاعدكم خلاص أنا منكم سامع مثل هؤلاء diamond صح المشروع يحتاج إلى بعض هذا الصبر فقط تصبرون قليلا وتحصدون كثيرا. ركزوا معي جيدا كذلك ليس دوري كأبلاين أن ألوم أي إنسان وليس من حقي أن ألوم أي إنسان. ركزوا معي جيدا ليس من حقي أن ألوم أي إنسان. أنا دوري فقط ألهم أحفز أدعم أفاهم ولكن كل إنسان مسؤول على نجاحه. ولكن لا بد أن تعلم أيها الإنسان يا من معنا أن تفهم أن النجاح لمن يحتاج النجاح. كلمة قالها ستيوارت هيوز أختم بها الآن. ستيوارت هيوز تعلمت منه كلمة يعني حضرت دورات كثيرة في التنمية البشرية بصح من أكثر الكلمات التي أنا ألهمتني في الحياة أحلامك. طبعا نحن نستمد اليقين من الأحلام صح بتكون أحلامنا عظيمة نستمد اليقين لأننا نستطيع أن نحقق هذه الأحلام. متى تصبح تحتاج؟ متى تصبح أكثر يقينا؟ لما تحول الأحلام من العقل إلى القلب. تتحول من أين؟ من العقل إلى القلب. للقلب. لما تصبح أحلامك في قلبك تعيشها حاضرة في خيالك وكأنها الآن تعرف ما الذي تريده وتعرف التحديات التي أمامك هنا تستحق فعلا هذا النجاح. ما منكم يستحق النجاح؟ يستحق فعلا النجاح. ممكن يحتاج أن ينجح هؤلاء الأشخاص الجديرين بالنجاح. ونقول دائما المشروع من الرغبة إلى إلى الحاجة هنا يمكنك أن تنجح. طبعا هذه فعالية 6Y 6Ps أجبنا فيها على كم من سؤال 6 أسئلة Why Wellness لماذا قطاع الصحة
التشافي، واي نتورك ماركتينغ، لماذا التسويق الشبكي، واي يو اي سي تي، وعرفنا لماذا يو اي سي تي، تكلمنا على تاريخ الشركة، منتجات الشركة، نظام العمولة الشركة، نظام العمل في الشركة، وكذلك إمكانات وقدرات الشركة، وكذلك نظام الشراكة في الشركة. ثم أجبنا واي يو بي اس، وعرفنا الفروقات الأربعة في النظام، أن يكون بسيط، سهل التعلم، فعال، وقابل للاستن، وقابل كذلك للاستنساخ. ثم أجبنا لماذا يو بي اس، وعملنا تلك المقارنات. ثم أجبنا في السؤال الخامس واي تيم، لماذا نعمل في فريق، من أجل ضمان الاستنساخ والتعلم والنمو المستمر، وأن أكثر شخص يحب لنا الخير في هذا المشروع هو خط الحب، خط الأبلاي نات. ثم رقم ستة واي يو، لماذا أنت في هذا المشروع. ألقاكم بعد 45 دقيقة الآن غداء إن شاء الله، ثم نعود إلى هنا. طبعا قبل الغداء بفضلكم، قبل الغداء عندكم خمس دقائق رباط، أهم من الفعالية رباط، كل واحد يجلس مع فريقي ما الذي تعلمه في هذه الفعالية. ثم صلاة غداء، طبعا غداء موجه على حسب المنظمين، ثم تعودون إن شاء الله لكي نبدأ الآي كاش، تفهمون فلسفة النجاح، كيف ننجح في هذا المشروع. السلام عليكم.